السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف عليك. وياك عبد الله جلفار، انا من الامارات العربيه المتحده، تحديدا من دبي. خريج هندسه ميكانيكيه من كليات التقنيه العليا، حاليا اشتغل في شركه الامارات العالميه للالمنيوم، عباره عن مصدر عالمي للالمنيوم السابع للعالم من ناحيه الانتاج السنوي. رائع. اهلا وسهلا بك عبد الله في مدينه دبي الجميله، واحنا في برنامج التخطيط الاستراتيجي المبسط للمدرب العالمي مستر روبرت برادفورد، مؤلف الكتاب الاكثر مبيعا في التخطيط الاستراتيجي اللي اسمه التخطيط الاستراتيجي المبسط. قول لنا عن تجربتك في حضور البرنامج لاعتماد المدرب الدولي المحترف في التخطيط الاستراتيجي المبسط. في البدايه اولا اشكر لكم على التنظيم الرائع للدوره، خصوصا انتم من المنظمين للدوره، كان تعاملهم ممتاز جدا، وهذا اول شيء شجعني قبل ابدا ادخل الدوره. رائع. ولندخل الامور التقنيه اكثر في الدوره، انا كانت يعني انا توني بادي مجال رياده الاعمال من قريب، ونفس ما تقول فتحت لي ابواب هذه الدوره عن التخطيط او عن بشكل مبسط عن مستقبل الشركه ومستقبل عملي في مجال رياده الاعمال. وصراحه اكثر شيء فادني خبره الاستاذ من تجاربه اللي مر فيها، ويعني ما شاء الله عشرات السنين وخبره عالميه يعني هو عنده، فهذا دائما انا بشكل عام يعني هذا احاول اركز عليه في الدورات، اللي هو يعني عاده التجارب اللي هو مر فيها زائد المعلومات اللي عنده جدا قيمه، وتكون يعني من اكثر الاشياء المؤثره على المتدرب. ايه اكثر حاجه فرقت معك حاسس انها كانت مهمه جدا في حضورك الدوره دي؟ اكثر شيء نفس ما قلت لك انه فتحت لي ابواب، او بمعنى اخر صرت افكر بطريقه اخرى. ولو حبيت تشجع حد عشان يحضر الدوره دي، فكرك مين يستاهل انه يحضر الدوره دي وتشجعه وتقول له ايه؟ فكرتي انا اقول المبتدئ اللي حاب يتعلم التخطيط الاستراتيجي، اللي عنده مشروع، اللي عنده مشروع قام او راح يبدا مشروع، حاب يحوله من الى مؤسسه صغيره الى متوسط او حتى الى كبيره، وحتى ان كانت عنده مؤسسه كبيره او ضخمه التعليم لا يقف ابدا، فيتعلم ويطور دائما ويستفيد من التطوير، لان الاستاذ الى اليوم يعني نفس ما قلنا نحن اثناء الدوره في مراجعات وفي اجتماعات دوريه لاي خطه استراتيجيه، فهذه دائما لازم تكون موجوده. رائع، جميل جدا. ان شاء الله باذن الله اذا حبينا نشارك رايك ده مع اخرين يهتموا بيه ويستفيدوا منه، موافق ان شاء الله؟ نعم طبعا. شكرا جزيلا واهلا بك معنا.